عبر عدد من بحارة البحرين عن قلقهم من استمرار الدوريات القطرية في التعرض لهم والتضييق عليهم وعلى أرزاقهم، وانتقدوا الممارسات السلبية واللا إنسانية التي تعرضوا لها من قبل السلطات في الدوحة. تعامل قطر ما في فايدة، تعامل قطر ما في فايدة، ما يخلونك حتى لو انت الحين زين، وين الحضور؟ ملعب الطواش زين، البنية زين، جيك الدورية ما ادري الناس تروح نصوب الفاشد زين عند البيب، ما تقدر تروح في بيب زين يم البنيه، ما تقدر تطوف بيب العظم زين، في بعد بيب زين شرقي بيب العظم زين هني، ما ادري الناس تروح تروح سيدي ديك دوريه. انا اول مره اشوف ترد من دوريه زين، يجيك يولع كشاف، ولع كشاف زين في ظهري، بعدين زين بعد زقت المكاين، زقت المكان شلت عليه وسط قطع جراده، والله العظيم قطع جراده زين، وخيرتهم وسط قطع جراده خففت بعد فوق من بيدعموني، من بيدعموني بعد سيدي قمت انا قلت سويت الله وجهي دا طب شلت عليه، رحت المركب وقفت، يعني لو وقفت انا هنا خلاص يعني اتجور ما اطلع، اتجور ما اطلع، ايش تقدر تسوي؟ لا حول ولا قوة. ودوني قال لي بس خليك متوقع تعهد وبر نردك حق البحرين، ما نسلك حق الدورية. قلت لي اوكي. رحنا ودوني منطقة اسمها رويس. قال لي يلا تعال، وين بتوديني؟ انت تقول بس سلمني حق برا الدورية، دورية البحرين تسلموني حقها لي. اللي يقول لي لا نخلص اجراءاتك وغيره يعني بعدين نسلمك. وجودوني كان حوالي 17 18 يوم من محل لمحل، من مركز لمركز، من يعني اقول لك يعني كل مركز اقعد فيه فتره، كل مركز اقعد فيه فتره، مركز 3 ايام، مركز 10 ايام، مركز 6 ايام، كنت كامل 18 20 يوم اللي جودوني فيها. دشيت هالمركز اخر شمال الابعاد وطحت، من دخلوني بس توني داخل وطحت، ما وتعت الان في المستشفى شالوني، يعني ما ادري انا فوين، يعني انا شفت شيء غريب علي وتشيلي نفسيتي واجد تعبت وجوها لي وغيره، وهدوني يعني بعدين سلموني دورية البحرين، جابوني وطراي بقيت هناك 8 أشهر 9 أشهر، طراي 8 أشهر يمكن الماكينة جيمت مالتي، آخر شيء صار فراجع عن الطراري، رحنا جبناهم إحنا بنفسنا، رحنا جبنا الطراري، الماكينة جيمت وبعتها في السكراب 70 ديام أو 50 ديام ما متذكر، وعانيت واجد يعني عانيت ماديا نفسيا، حتى عقب ما هدوني بعد نفسيتي وايد تعبانه، ازم من شهرين نفسيتي تعبانه. ترضون احنا اللي صيدين يعني هالقطار، احنا ديره واحده عرفت، وخليج واحد، يرضون احنا ما نرضى عليهم.